ما حكم سجود السهو في النوافل؟ النافلة إذا شرع فيها مصليها فعلى كل حال فيجب عليه أن يلتزم بجميع ما يلتزمه في الفريضة، أركانها وشروطها وأركانها وواجباتها، وكذلك الأخذ بالسنن القولية والفعلية. نعم، هو الذي جاء يعني الفارق بين الفريضة والنفل، رسولنا صلى الله عليه وسلم أجاز للمصلي نافلة أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، ولكن ليس له إلا نصف الأجر. وبناء على هذا فلا يقال والله هذه مثلا هذه نافلة أبي أسجد فيها سجود واحد، ركعة واحدة، كذا إلى آخره. لا، أنت الآن شرعت في العبادة فيجب عليك أن تكملها، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم.